بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منذ بداية وباء كوفيد 19 ولغاية اليوم الاثنين 4 مايو 2020، الوضع الوبائي العام هو كما يلي. هو في العالم خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل قرابة 81,000 حالة جديدة و 3,852 وفاة، يصبح العدد الإجمالي 2,500,000 حالة و 242,000 وفاة. تبقى الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة بتسجيلها أكثر من 1,159,000 حالة و 67,710 وفاة. أما في الجزائر فيما يخص الحالات المؤكدة خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 174 حالة جديدة و 20 ولاية لم تسجل أي حالة. 14 ولاية سجلت ما بين حالة وخمس حالات، و 14 ولاية سجلت أكثر من خمس حالات. بهذا يصبح العدد الإجمالي 4,648 حالة موزعة عبر 48 ولاية. وسطيف، عين دفلة، قسنطينة، برج بارليش، تلمسان، بندية، أم البواقي وبشار سجلت أكبر عدد الحالات خلال 24 ساعة الماضية. فيما يخص الوفيات خلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل زوج وفيات جديدة، حالة واحدة بالجزائر العاصمة وحالة بالبرج بارليج رحمهم الله. وبهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات 465. علما أن 65% من الوفيات تخص الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق. فيما يخص الحالات التي استفادت من العلاج عددها 7,710 وتشمل 3,115 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 4,595 حالة محتملة حسب تحليل الأشعة والسكانات. فيما يخص الحالات التي تماثلت بالشفاء عددها 1,998، منها 62 تماثلت بالشفاء خلال 24 ساعة الماضية. فيما يخص الاستشفاء 17 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة. وفي الأخير ما زلنا نؤكد على ضرورة اليقظة الدائمة والتقييد بالإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر المنزلي من طرف جميع المواطنين وفي كل الولايات للحد من خطر انتشار وباء كوفيد 19 في بلادنا. إن الاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة والتباعد المسافة من طرف الجميع يبقى الإجراء الأساسي لحماية المجتمع من وباء كوفيد 19. وشكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.